كولي كولي هي وجبة خفيفة شعبية في دول غرب أفريقيا كالنيجر ونيجيريا وبنين والكاميرون وغانا. تؤكل كوجبة سناك خفيفة أو توضع في السلطة، وهي مكون أساسي من مكونات بهارات السيريه. كولي كولي تتكون من عجين الفول السوداني المخلوط بتوابل وملح، ومن ثم تشكيلها بأشكال مختلفة ثم قليها في الزيت أو خبزها في الفرن. ولعمل وجبة سناك كولي كولي نحتاج إلى الآتي: ملعقة شاي مسحوق الزنجبيل، ملعقة شاي بودرة الثوم، ملعقة طعام مسحوق توابل الدجاج، ملح حسب الرغبة، ملعقة طعام من بودرة الفلفل الأحمر الحار، ملعقة شاي فلفل أسود، كوبين من الفول السوداني المحمص بدون زيت، ومنشفة مطبخ نظيفة. أبدأ بطحن كمية الفول السوداني المحمص في الخلاط طحنا ناعما. أستمر في الطحن للفول السوداني حتى يتحول إلى عجين ناعم. وقد أحتاج إلى تقليب الفول السوداني المطحون ناعم في الخلاط نتيجة ترسب عجين الفول السوداني في قاع الخلاط، ثم أعيد الطحن مرة أخرى. الفول السوداني إذا طحن طحنا ناعما يتحول إلى معجون نتيجة وجود كمية كبيرة من الزيت في الفول السوداني نفسه. ثم أضع عجين الفول السوداني بعد طحنه طحنا ناعما في منتصف منشفة مطبخ نظيفة وأغطيها بها. وبواسطة الضغط على عجين الفول السوداني المغطى ضغطا قويا حتى تمتص المنشفة الزيت الزائد الموجود في عجين الفول السوداني. أكرر العملية مرات عديدة حتى أتأكد من أن المنشفة قد امتصت أغلب الزيت الموجود في عجين الفول السوداني، وذلك يتضح من خلال اتساخ المنشفة بكميات كبيرة من الزيت. أقوم بالضغط أو بالعصر حتى أتخلص من الزيت الموجود في عجين الفول السوداني. أكرر الضغط والعصر عدة مرات. أقوم بجمع قطع الفول السوداني في قالب الخلط.
وهكذا تكون شكل عجينة الفول السوداني بعد استخراج أغلب الزيت منه، كأنها قطع جافة نوعا ما. أضع في خليط الفول السوداني البهارات المذكورة سابقا وأقلب المكونات معا. أقلب المكونات وأخلطها باليد جيدا، ثم أتذوق الطعم الناتج إن احتاج إلى ملح أو بهار. أعجن الفول السوداني بقليل من الماء حتى يتكون لدي عجينة متماسكة. ومن ثم أقوم بتشكيل قطع صغيرة، إما أسطوانات أو كرات أو أقراص. أضع القطع في صينية الفرن لأخبزها حتى تحمر لونها. قطع كلي كلي أصبحت جاهزة وأكثر قرمشة بعد أن خبزناها في الفرن وتخلصنا من كميات الزيت الموجودة في الفول السوداني. تتوفر قطع كلي كلي بأشكال مختلفة، وهي المكون الرئيسي لبهار سويا.